السلام عليكم يا أصدقاء ومرحبا بكم يا أصدقاء. مقطع اليوم شيء رهيب، سنقدم لكم يا أصدقاء أول جيم بلاي مسرب للعبة إي فوتبول وإضافات رهيبة جدا عند مشاهدتكم هذا المقطع، فلكي لا نطيل عليكم لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله ويا الله بينا. فيا أصدقاء سيأتي البعض ويقول لي يا مراد هذا كاذب هذا مزور، يا صديقي هذا جيم بلاي مسرب، انظروا معنا من يلعب فهو في الهاتف ولكن الجيم بلاي في التلفاز يعني يتصل مع التلفاز. أول شيء يا أصدقاء انظروا معنا إلى الحكم الثاني هناك، أول ملاحظة لاحظتها والتي لم تكن، شاهدوا معنا إلى حتى هذه الحركة، يا سلام على هذا التسريب، يا سلام بيس 2025 صراحة بعض التركيز في بعض الحيتيات أفضل وأفضل. شاهدوا معنا إلى الحكم الثاني، شاهدوا معنا إلى التيفوات أو الجمهور بالقرب من مرمى الحارس، ستشاهدون أنهم يقومون برفع التيفو الخصمهم يعني الرايات الخصمهم، وهذا لم نكن نشاهده في النسخ التي كانت من قبل يا أصدقاء. صراحة شيء عملاق جدا هذا الجيم بلاي وهذا التسريب الخاص بلعبة اي فوتبول 25 موبايل، صراحة شيء رهيب جدا وعملاق جدا في هذا التسريب الذي مدته دقيقة. على العموم أعيدوا قوموا بإعادة تشغيل هذا التسريب وشاهدوا من ناحية يا أصدقاء اللوغو الخاص بال يعني بال ماذا أقول، مثلا عندما يكون خاسر فهو كما هو، ولكن الجيم بلاي صراحة تتحسنت فيه بعض الأشياء. لا يمكننا أن نحكم على هذا التسريب لأنه بجودة نوعا ما قليلة وعلى التلفاز ولا يظهر بشكل جيد، ولكن ما زالت يومين فقط وسنلعب معكم اللعبة كاملة مكتملة يا أصدقاء. كان هذا هو المقطع الخاص بنا، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، واعطونا أراءكم وكل شيء في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإن كان هناك أي جديد سأوافيكم به، والسلام عليكم.